السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندنا 3 أنواع من السلالم، فلما بدخل في أركتكتشر وبختار ستير بيديني 3 أنواع: أسمبل ستير وكاست إمبريس وبري كاست. طيب هنختار مثلا أول واحد اللي هو أسمبل ستير. لو عملناه بالشكل دوت جينا نرسمه، طبعا هم كلهم بترسمه بنفس الطريقة. هو أنا برسم من الدور ده للدور دوت وبيبدأ يحسب الارتفاع بتاع السلالم أهوت. طيب لو انا جيت عملت سيلكت على دوت وجيت اشوف في 3D اهو، هلاقي ان هنا معتمد كله على الاثنين السبورت اللي موجودين في الناحيتين دول. تمام، لو انت غيرت السبورت هتلاقي ان الجزء ده رفيع جدا بالشكل دوت، ده وده. تمام، لو انت دخلت كده اديت وبصيت هتلاقي في رايت سبورت وفي ليفت سبورت، وعندي هنا الران تايب ده بيحدد لي المقاس بتاع الجزئيه ديت والجزئيه دي اللي هي التريد والرايزر، تقدر تلغيهم لو انت حابب، بس لو انت لغيتهم مش هيبقى في سلم، هو معتمد على الجزئيه ديت. تمام، طيب ينفع ان انا اغير نوع السلم، ان انا ممكن اعمل عليه سيلكت واقول له غيره لنوع كاست امبليس اللي هو هيتعمل في قلب الموقع، فبيتحول للشكل ده. ممكن تعمل سيلكت وتغيره لبريكاست اللي هو هيبقى موجود في المصنع، وكل واحده بيبقى فيها الاعدادات الخاصه بيها. يعني على سبيل المثال البريكاست ممكن اعمل عليه سيلكت على الجزء دوت ستاب على الجزء اللي تحت، واقول له ان انا عايزه مرور كونستراكشن، يبدا يعمل الجزء دوت هيتركب على الجزء دوت زي ما انت شايف في التركيبه دي، ان ده هيتعمل جاهز ويجي يتوصل هنا. او لو عملت سيلكت ودخلت هنا في الايديت تايب هتلاقي ان هو هيديني الاعدادات الخاصه بكده، ستير ايديت تايب، هتلاقي الاعدادات الخاصه بكونكشن ميثود، هتختار اي نوع فيهم. تمام، وهتختار المسافه اللي هنا دي هتبقى قد ايه، بحيث ان هو يعمل لي النوتش اكستنشن والنوت سيكنس 100 و100، والفراغ اللي بينهم هيبقى 10. تمام، اللي هو الجزئيه دي. ولو دخلت في الليد تايب هتلاقي ان هو بيقدر يحدد لك الران تايب قد ايه من هنا اهوت، ممكن تغير الاستراكشر تيبس، ممكن تغير بدل ما هو سموث بالشكل دوت تغيره وتخليه ستيت بالشكل دوت.